اليوم ويانا سفير الأمل الأستاذ الجامعي خريج جامعة البصرة وكلية الزراعة بالتحديد زين العابدين فاخر. أهلا وسهلا بيك، شرف برنامج بين أهلنا ورمضانك كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية منذ الطفولة يعني شوي كان تأثير المرض أقل مما أنه حاليا لما أكبرت، يعني بحيث لما ولدت بأيام الابتدائية كنت يعني أروح للمدرسة ماشي طفل وبأمل كبير أنه كنت أذهب للمدرسة ماشيا على الأقدام آملا في أن تتحسن صحتي، ولكن ما كل ما أكبرت شفت أنه حالة الصحية بدأت تتدهور بدل من أن تتحسن. شيء أثر بنفسيتي طبعا، دخلت الابتدائية واستطعت النجاح بدون رسوب، ولكن أعاني من ضعف وبطء في الكتابة، ولكن قضيتها بنجاح. أحلى شيء سويته بحياتي أني دخلت كلية الزراعة ودخلت كل قسم علوم الأغذية. دخلت كلية الزراعة بعد ما شافوا أنه شغفي بالحياة وأصراري على النجاح، الأساتذة والطلبة حبوني فكانوا جدا متعاونين وياي. ما شاء الله. أنت أكو إشكالية كبيرة بإيدك بتحركها، بتحس بأصابعك؟ أي نعم. أكو سهولة؟ لا، صعوبة من تحريك أصابعي أو الإيدين بسبب ضمور العضلات. وشغلك أصلا يدوي، أعمال يدوي؟ نعم صحيح. أنت بطل وفخر البصرة، وكلش فخورين إنه التقينا بيك في برنامج بين أهلنا، وخصوصا بالحلقة الأولى اللي تبث رسالة أمل حقيقية بنفوس الشباب، ونتمنى لك كل التوفيق وإن شاء الله ما تلحق وتفتح لك مصنع كبير. إن شاء الله ربي يحفظك عزيز. الله يحفظك. راح نقدم لك هدية بسيطة من البرنامج قيمتها 250 ألف. ممتن العفو. في دول عينك. شكرا جزيلا لك حبيبي. إن شاء الله بكت تساعدك بمشروعك. ربي يحفظك. والله يوفقك حبيبي زين العابدين. الله يحفظك. افتخر بيك. ممنون منك عزيز. حياك الله يا حبيبي.